السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. اليوم عندنا مراجعة لجهاز جديد من شركة هواوي اللي هو البي سمارت 2019. تابعوا الفيديو للأخير لأنه عندي جهاز ممكن يكون لأحد الفائزين أو لأحد المعلقين في هذا الفيديو، فشوفوا الفيديو للأخير حتى نعرف شنو هي شروط المسابقة، أكيد شنو هي تفاصيل الجهاز الجديد من هواوي. مرحبا أعزائي المتابعين، ورجعت لكم مرة ثانية. خلينا نسولف على الجهاز من الخارج. وزن الجهاز هو 160 غرام. طبعا الجهاز يبين كأنه زجاج لكن هو بلاستيك، لذلك وزنه خفيف. الشاشة الخاصة بالجهاز هي من نوع IPS LCD. طبعا قياس الشاشة هو 6.21 إنش. الشاشة هي شاشة عرض كاملة. بالإضافة عندي نوتش موجود في أعلى الجهاز واللي شكله جدا مميز، شفناه بأجهزة صدرت في سنة 2018 لكن حلو أنه نشوفه في جهاز من الفئة المتوسطة. وبالإضافة أنه عدد البكسلات اللي موجودة على هذه الشاشة هي 415 بكسل في كل إنش، فرقم كلش حلو بالنسبة لجهاز من الفئة المتوسطة. طبعا نسبة الشاشة للجهاز هي 83.1%. هذه كل التفاصيل اللي خاصة بالشاشة. تقييمي لهذه الشاشة جدا مميزة للجهاز بهذا السعر اللي سعره تقريبا $175. ونظام الجهاز هو اندرويد الاصدار التاسع، ايضا مع واجهة هواوي الاصدار التاسع. وبالنسبة للمعالج الخاص بالجهاز فيجي بمعالج كيرن 710. هذا المعالج واحد من افضل المعالجات بالنسبة للفئة المتوسطة عند شركة هواوي. ايضا معالج الرسوميات هو G51. الرام الخاص بالجهاز يجي مع رام 3 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية الخاصة بالجهاز هي 64 جيجا بايت، وتقدر انه تضيف بطاقة ذاكرة خارجية لغاية 512 جيجا بايت. بالنسبة لأداء المعالج وأداء الرام جدا مناسب، واني دا قيس لك من اقول جدا مناسب بالنسبة لجهاز من الفئة المتوسطة. بالنهاية تحكمنا فئة الجهاز وايضا الفئة السعرية اللي موجود بها، واللي مثل ما ذكرنا انه هي $175. تحصل على جهاز مثل هذه المواصفات، شيء جدا حلو. خلونا نسولف شوية على الكاميرات اللي موجودة في جهاز البي سمارت سنة 2019 من شركة هواوي. الكاميرات الخلفية الخاصة بالجهاز تجي بكاميرتين مزدوجة، طبعا صايرة شكلها بشكل عمودي واحدة جوا الثانية. الكاميرا الاولى هي بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل. طبعا فتحة العدسة 1.8، فتحة جدا حلوة. الرقم هذا كل ما يقل كل ما تكون الصور افضل، معناها انه كمية الاضاءة اللي راح تدخل للحساس راح تكون اكبر. الكاميرا الامامية الخاصة بالجهاز هي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F2. هذه الصور اللي بدأت تشوفوها امامنا امامكم امامي ماكو فرق، هي تم التقاطها باستخدام جهاز هواوي بي سمارت بوضعيات مختلفة، بالانارة المنخفضة بالانارة العادية. لاحظ انه بالانارة المنخفضة نوعا ما الصورة ضعيفة. بالنهاية جهاز من الفئة المتوسطة، فلا تتوقع انه راح تحصل على اداء جدا عالي. ايضا عندي بصمة الاصبع اللي موجودة في الخلف في هذا المكان. البصمة ادائها جدا سريع. منفذ الشحن هو من نوع مايكرو يو اس بي، وعندي منفذ السماعة 3.5 متوفر في الجهاز. البطارية الخاصة بالجهاز تجي بقوة 3400 ملي امبير. خلي اسولف شوي على اداء البطارية. طبعا جربت الجهاز تقريبا اسبوع، أداء البطارية يطاول عندك يوم إلى يوم ونصف، فهذا الأداء جدا مميز بالنسبة لجهاز من الفئة المتوسطة، لكن بالاستخدام المطول ممكن يكون يطاول أقل من اليوم، بس بشكل عام الجهاز يمشيك يوم كامل بدون الحاجة إلى الشحن. هذه هي كل المواصفات والتفاصيل الخاصة بجهاز هواوي الجديد البي سمارت 2019. الجهاز يجي بشاشة عرض كاملة، طبعا دقة الشاشة جدا مميزة،
تجي بعدد بكسلات 415 في كل انج وشاشة بقياس 6.21 انج. هذا رقم جدا مميز بالنسبة لجهاز من الفئة المتوسطة. ايضا النتو اللي موجود في الاعلى صار المساحة مالته جدا صغيرة. البطارية كان ادائها مميز. ايضا المعالج مميز، تقدر انه تشغل عليه لعبة ببجي بشكل اعتيادي بدون اي تقطيع. ووصلت الى نهاية هذا الفيديو. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. وبالنسبة لشروط المسابقة حتى تربحون هذا الجهاز، واكو بعد جهاز ثاني راح يكون في فيديو اخر، فخليكم متابعين القناة بشكل جيد. الشروط جدا بسيطة، اولا تشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات وتنطي لايك للفيديو، تكتب تعليق اسفل وصف الفيديو، وبعد 10 ايام من تاريخ نشر هذا الفيديو راح اسوي قرعة نختار احد الفائزين. وعندي بعد جهاز اخر ايضا راح نسوي عليه قرعة بمسابقة قادمة. خليكم تابعين القناة حتى تشوفون جديد الفيديوهات. وطولت عليكم، اقولكم في نهاية هذا الفيديو في الختام لا اسعني القول الا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.